صباح الخير عليكم اخوتي نازل اكادير. اليوم الخميس 24 جانفي 2019. هذا النهار هذا كاين خبر زوين، الاول وهو جاي من واحد الشركه عملاقه اللي جات استثمرات في اكادير، بحيث في شهر 9 هذا ديال هذه السنه هذه غادي تحل المعمل ديالها اللي كاين في طريقه مسكروت في اليوبوليس، اللي غادي يوفر 4000 منصب شغل. 4000 منصب شغل راه ماشي سهله على واحد المستثمر حتى هو من اكادير اللي كيبني واحد المعمل في ايت ملول ب 1000 منصب شغل. مزيانه كتعطينا 5000 منصب شغل هذه في هاد الشهور اللي جايه الحمد لله، وكنتمنوا استثمارات اخرى ضخمه بحال هذه. الجانب واحد اخر وهو ما يمكن لنا ان نصفقوا هاد الاسبوع كيشنا في اكادير على المجلس البلدي. احنا راه ماشي ضده، بالعكس ملي كيديروا شي حاجه مزيانه كنصفقوا لهم، ملي كتكون شي حاجه خايبه راه حنا كنغوتوا. شي حاجه اللي مزيانه وهو النظافه راهما خدامين فيها ولو بطرق بدائيه، المهم ما عندنا ما نقولوا ما عندنا ما نديروا. البستانه راهما كيدوروا على الجرادي ديال اكادير، دابا فين ما درتي كيبانوا لك شركات كيغرسوا كينقيو، هذا مزيان. والنافورات حتى هما راهما كيديروا لي زيسي كيصبغوا كيقادوا، قالوا في الاسابيع اللي جايه كلهم غادي يحلوا وغادي يخدموا تبارك الله. دونك هادو بعدا ديجا واحد البدايه موفقه ديال هذا الاسبوع هذا، وكنتمنوا من المجلس يسير في هذه الخطى اللي عليه، والساكنه هي التعاون معاهم. اخبار الاخر جينا من السبيطار حسن الثاني، بحيث تجهيزات كبيره وصل ليه هذه الايام اللي راه معاد عاوتاني خدموا هاد اليومين هذه، يلاه جا جديد كيبشر بالخير هادشي. انا الان كنتواجد في الباركينج اللي كيطلع لاكادير وفلا، كي كتعرفوا من بعد هذوك حوادث السير ناضت الجماعه ومن معها وحبسوا هما كاع اكادير وفلا على السيارات، الدراجات الناريه، الدراجات الهوائيه، منعوا كل شيء. واحد القرار اللي الساكنه رافضاه، هذاك الشيء علاش نهار السبت هذا مع الربعة العشيه انا غادي نكون، وكاين واحد النداء ديال الفعاليات المجتمع المدني ديال اكادير اللي كيناديو كيقولوا للساكنه الله يخليكم والناس اللي كيبغيو اكادير اجيو معنا نهار السبت ابتداء من 4 العشيه وجيبوا وليداتكم وكل شيء. بغينا نديروا واحد الوقفه هنايا باش المسؤولين نردوهم على داك القرار ديالهم، وفي بلاصه المنع يديروا حملات تحسيسيه للناس اللي كيطلعوا لفوق، نديروا نجهزوا هاد الطريق هادي بالامن ديال الناس، نديروا بزاف ديال الحوايج ما يدار بلاصه المنع، لان اكادير وفلا الا جيتي لاكادير كاين اكادير وفلا، عندك البحر وعندك السوق، يعني علاش غادي تحيد لينا اكادير وفلا؟ هو ما تم المنع ديال الميناء حتى هو على السياح، ما بقاوش يدخلوا دوك الحافلات وداك الشيء باش يشوفوا الميناء، قرارات اللي ما مفهوماش بحق اكادير. المهم ماشي شغلنا دابا، الله يخليكم. انا هذا نداء ديال المجتمع المدني، مختلف شرائح المجتمع المدني اللي وجهت هذا النداء للساكنه نهار السبت ابتداء من 4 العشيه، نتلاقاو هنايا ونوصل الصوت ديالنا للمسؤولين. تبارك الله عليكم اخوتي نازل اكادير، الله يسهل عليكم ويسهل علينا ان شاء الله.